كنحتجوا على الشكايات اللي تحطات في هذه المحكمه واللي ما تخطاتش لحد الان من 2019. يعني ثلاثه ديال الشكايات، لان الاموال ديالنا حنا رئيس الوداديه هو مدان ب 10 سنين في الحبس، ولكن لا تخاصابيليتي ديال الاموال ديالنا رقينا انها كانت دفعات في شركات وهميه بالاسم ديال الاخ ديالو. فحنا درنا الشكايات، يعني كان من الاجدر ان المحكمه تنادي عليه بهذا الاقوال ديالو بهذه الشركات الوهميه اللي مشاو فيها الفلوس، لان حنا عندنا لا تخاصابيليتي ديال لارجون ديال فين مشاو، لان اغلبيه عطى لا توتاليتي ديال المبلغ اللي خصو يؤدي في الشقه. يعني هنا نوع من التمييز، يعني واش شكايه اللي ما خصهاش تفوت 365 يوم خصها تخطا. حنا ثلاثه الشكايات، من المسؤول اللي كيغبر هاد الشكايات؟ الوقفه ديالنا كتندرج في هاد السياق. يعني الا كنا حنا مواطنين، لماذا هذا التمييز؟ حنا ما كنطلبوش لا تفضلونا عليه لا حتى شي حاجه، اللي كنطالبوه هما تعيطوا عليه وتحققوا معاه باش نعرفوا مصدر الاموال ديالنا فقط. يعني ما كنطلبوا لا انهم يحابيونا ولا يعطيونا شي تمييز عليه. ولكن واش هاد التمييز هذا راه لا يعقل في واحد دوله اللي حنا في قرن 21، ان باقي ناس كيحطوا الشكايه في 24 ساعه كتريطا، الوغ كو الناس حاطين ثلاثه الشكايات من 2019 ولحد الان ما تريطاتش هذا. فهذا كيخلينا نحسوا واش حنا مواطنين من الدرجه الثانيه. حنا ناس في وداديه منصوب علينا، شرينا في وداديه اللي ما كناش كنعرفوها ودانيه، كنا كنسحابوا واش مقاوم، لان داير الاشهار في المنصوريه تحت اعين السلطات اللي خلاتو يدير الاشهار، الوغ كو الوداديه ما كداش الاشهار. فشرينا فتنصب علينا ومشينا في القانون. حنا ناس اللي مشينا في القانون وفعلا راه ادينا الرئيس، ولكن كيبان لي انا هذا الرئيس اللي دخل الحبس راه بحال غير الاراغوز، هناك من يحركه، هي مافيا، هي مافيا عقار. يعني هذا الانسان المدان هو بحال قلتي غير واحد الاراغوز اللي كاينين باقي العصابه اللي ما بيناش. حنا اللي كنطالبوا هو فتح تحقيق في هذه الشكايات اللي حطينا، وكنظن هذا مطلب مشروع لينا. حنا دينا الواجب ديال الاقتناء ديال الشقه. حنا كنا جينا في اطار انه مقاول منعش عقاري، فاذا به تبين من بعد انه راه عنده واحد الثوب ديال الوداديه. على كل حال من بعد واحد الصراع مرير انه منجز المشروع، تقدمنا بشكايه الحمد لله، المحكمه انصفاتنا وحكمت عليه هو بعشر سنين تيقضي فيها دابا. ولكن المشكل ديالنا حنا هو انه كان باقي اعضاء المكتب ما 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 ما, ما مشاوش معاه، والناس المتعاونين اللي برا اللي استافدوا ماليا من 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 الماليه ديال هذه الوداديه ما تمش الانصات ديالهم على الاقل. هاد الناس تبتت عندنا ادله بانه استافدوا ماديا من الوداديه، وخاصه واحد الشخص لان الوقت اللي تشد هو جا قدم راسه على اساس انه ماتر دوفراج ديليغي، ماتر دوفراج ديليغي. وهذا السيد حنا كنا طالبناه بانه يقدم اوراق الثبوتيه ديالو، هذه الصفه اللي تدعيها انه عجز انه يقدمها. حنا من 2019 تنطالبوا بهذه الفلوس، بنا علاش خديتوها وشنو هي الصفه ديالكم؟ مع الاسف حنا المحكمه ما استجبتش لينا. تندخلوا تيقول لك اودي حنا صيفطنا ولايه الامن، تمشي لولايه الامن تيقول لك اسيدي حنا ما شديناش هذه الشكايه. من بعد درنا واحد المجموعه ديال الوقفات، ولا تيقول لك لا هذا السيد راه تمشيو ما تلقاوش، حكا راه غير معروف المحل ديال السكنه ديالو. في حين انه تبين مؤخرا هذا السيد ولا هو تيرفع الشكايات بالمنخرطين بحجه انه راه تيقوموا بالتشهير به. هو هذا السيد تتلقى في البيروات في المكاتب ديال ولايه الامن، وانتم الناس ديال الامن تقول لنا بانه هذا السيد راه غير معروف وانه ما عرفناش كيفاش نوصلوا ليه. راه هذه المعادله راه ما يمكنش نفهموها احنا. وهذه راه عده شكايات لا بهذا السيد لا باخ ديال الرئيس المدان سابقا، اللي تبت بانه كان دار واحد المجموعه ديال الشركات اللي استفد منها من سمته. وهذه الشركات ما دارت والو الوداديه، في حين انها استخلصت واحد المجموعه كبيره ديال الاموال. حنا السيد بغيناه يجلس معنا، بغينا غير يتفتح ليه محضر، بغينا غير الاستماع ليه. واش هذا الشيء بزاف؟ واش حنا في اطار المساواه تنتمتعوا بالمساواه القانونيه في هذه البلاد ولا لا؟
واش هما تيلبيو ليهم الشكايات على حاجه صغيره، واحد مظلوم ومشات ليه فلوسه وتا يرفع به الشكايه على اقل حاجه، وتجيبونا تجي تدق عليا تقول لي لا راك مطالب بانك يسمعوا لك في ولايه الامن، في حين واحد المجموعه ديال الفلوس وتسبب في واحد ماساه اجتماعيه قداش هنايا 1200 منخرط، و1200 منخرط ضربه في اربعه ديال الافراد في كل اسره، راه حنا ولينا في واحد العدد كبير ماساه اجتماعيه قداش هنايا وما بغاش تسمعوا ليه. وعلى كل حال هذا السيد عندنا اوديوات بالصوت ديالو تيقول بانه الملف ديالو راه في بيد ناس كبار في السلطة اللي ما يمكنش لكم توصلوا لهم ولا ما تقدرش توصل حتى الباب ديالهم، هو راه محمي. هذا اوديو ما يثبت هادشي زعما كذا، راه زعما كان اللي يسمع اي وكيل العام ديال المملكة ولا ما هذا، ما هذا الوكيل الا ما قامش بالعمل ديالو على الاقل النيابة العامة تقوم، راه شي خصو يتبحث فيه. شكون هاد الناس اللي تيحميوه؟ بغينا نعرفوا